برحب بحضراتكم من جديد وفقرتنا الأخيرة، وهنسمع الحقيقة مجموعة من الأصوات أتمنى إن شاء الله تعجب حضراتكم. واسمحوا لي أرحب بفريق غابي من أسقفية الشباب، وبرحب بليدر الفرقة الأستاذة ميري نصحي. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. صبح على أعضاء الفريق، صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. النهارده بتحتفلوا بنهضة العذراء، وده عيد من ضمن أعياد كتيرة للعذراء خلال العام. صحيح. وكمان بنحتفل معاكم بوفاء النيل، لأن طبعا وفاء النيل ده ارتبط بالتقويم القبطي طبعا. والنيل طبعا مذكور في الإنجيل طبعا. فناخد فكرة سريعة كده عن عيد نهضة العذراء، وبعدين نسمع حاجة من الفريق. طيب، هو نهضة العذراء في شهر 8 من كل سنة، احنا بنحتفل بالعذراء عشان خاطر عيد صعودها. احنا دايما في الكنيسة الأرثوذكسية، يعني ده تقليد كنسي أرثوذكسي، ان قبل اي احتفال بيبقى فيه صيام. لازم قبل اي احتفال، يعني عيد الميلاد، عيد القيامة، عيد العذراء، لازم بيعقوبوا صيام. فاحنا بنصوم 15 يوم، في خلال ال 15 يوم دول بنكون بنعمل احتفالية في الكنائس الأرثوذكسية كلها، بنحتفل بيها بالعذراء وبنقول ترانيم وبنتكلم عن صفاتها الجميلة. فال 15 يوم دول بيبقوا كلهم مخصصين للعذراء مريم، في الحقيقة بيبقوا من اجمل 15 يوم في السنة، لان احنا كمان بنستمتع بالتسبيح، بما ان احنا فريق كورال كبير بنستمتع بالتسبيح والترانيم في كنائس كتيرة، بنتعزم كتير قوي طول فترة ال 15 يوم. كل يوم بنقضيه في كنيسة شكل، بنرنم عن العذراء ونحتفل مع شعب الكنيسة بالعذراء مريم. يلا شوقتينا ان احنا نسمع حاجة، ونسمع حاجة من فريق حضرتك. طيب، هو احنا كنا محضرين حاجة الاول يعني عن نهر النيل، تحبوا نبدأ ياريت فيها؟ ياريت، تفضل تفضل تفضل. شعب مصر.
النيل. ده حاجة جميلة فعلا يعني. دي ترنيمة بنذكر فيها نهر النيل، وكمان بنذكر فيها ان العائلة المقدسة لما زارت ارض مصر باركت اماكن كتيرة قوي، وكان في بركة خاصة لنهر النيل. صحيح. يعني احنا طبعا عاوزين نسمع منهم اكتر وتقول لنا الفقره اللي جايه عن ايه. هنتكلم عن العذراء في الفقره اللي جايه. احنا الترنيمه اللي جايه بقى عن العذراء مريم، عشان انتوا سالتونا عليها الاول، بس احنا كنا جاهزين لنهر النيل الاول. الترنيمه اللي جايه عن نهر عن العذراء مريم بنذكر بقى فيها الصفات الجميله، وبنقول لها ترانيم حلوه، بنقول لها كلام حلو. فالترنيمه اللي جايه للعذراء مريم، يلا نسمع. اتفضل. الميم يعني محدش عنده فضائل زيك، والري راضية وصبرة وشاكرة اوقات ألمك، وليه هي معينة اشفعي فيا قدام ربك. والميم تاني ملكة علشان ملك السماء ابنك، يا أم النور يا شفيعة كل البشرية. ميم ريه ميم مريم اسمك غالي عليا، الميم مرهم تداويني بشفاعتك ليا، والري ربنا جه منك يفدي البشرية. وليه يا سلام على قلبك مليان حنية، والميم تاني من زيك الميم مؤمنة بيسوع وكلامه وإنجيله، والري روحك سبحة في سماواته تصليله. وليه يوم فرحك لما يعذر وصلتيله، والميم تاني من صغرك الله عشتيله، وانتي في الهيكل عشت في طهر وروحاني. ميم مريم اسمك غالي عليا، الميم مرهم تداويني بشفاعتك ليا، والري ربنا جه منك يفدي البشرية. وليه يا سلام على قلبك مليان حنية، والميم تاني من زيك الميم مضحك زي الشادي عذرا فمي، والري راحتي تيجي لما صلي يا أمي. وليه يوم ياسمي شفعتك بيزول مع همي، والميم تاني مريم حبك جوه ده في دمي، ما انت شفعتي وأمي حبيبتي ضيعني. يا ميم ريه ميم مريم اسمك غالي عليا، الميم مرهم تداويني بشفاعتك ليا، وربنا جه منك يفدي البشرية. وليه يا سلام على قلبك مليان حنية، والميم تاني من زيك يا طهرة نقية. جميل. الله. الحقيقة بحيي حضرتك وبحيي الشباب على الأصوات الحلوة دي، حاجة جميلة فعلا. ماري، نهر النيل يعني ذكر في الكتاب المقدس طبعا، كلمينا بقى عن أهمية النيل بالنسبة للكتاب المقدس وبالنسبة للمسيحيين. بصي، هو الأقباط ليهم باعة طويلة مع نهر النيل في الحقيقة،
من اهم الحاجات احنا يعني بنذكر نهر النيل في الكتاب، بنذكره في قراياتنا. من الحاجات المهمه قوي ان احنا في كل قداس بيقام في الكنيسه الارثوذكسيه لينا قطعه بتتقال ذكر خاص لنهر النيل، بنصلي من اجل بركه مياه نهر النيل، من اجل ان ربنا يدينا كل البركات والخيرات في نهر النيل، لان احنا عارفين اهميه نهر النيل وان هو منبع الحياه طبعا. فدايما في صلواتنا في القداس بنقول يا رب احنا عايزينك تبارك لنا نهر النيل يا رب. فاحنا الكنيسه الارثوذكسيه دايما تذكر نهر النيل في القرايات. كمان زي ما قلت لك قبل كده ان العائله المقدسه لما زارت ارض مصر برضو باركت نهر النيل. في كمان حاجه تاني، زمان ايام ما كان الشعب بينتظر فيضان نهر النيل، كانت الكنيسه والكهنه بيصلوا على مدار اسبوع كامل من اجل ان ربنا يبعت نهر، يبعت الفيضان حسب وعده حسب انتظارهم، عشان خاطر الزرع والارض تتروي فالناس تلاقي تاكل وتشرب. فمن زمان واحنا لينا قصه كفاح مع نهر النيل. طيب عشان الشمس وانا يعني يلعبوا فاح والشمس. طيب احنا الترنيمه اللي جايه اخر حاجه اسمها بارك بلادي، بنطلب فيها بركة خاصة من أجل البلد ومن أجل الشعب، وبنذكر فيها برضو بركة خاصة من أجل مياه نهر النيل. يلا تفضل تفضل. مهما كان عالأرض ضلمة السماء مليانة نور، مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان عالأرض ضلمة السماء مليانة نور، زي ما جالك نحميا بالبكاء ونادى عليك، كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد ايديك. بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر، تعترف باسمك يا فادي، روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي، تحيا تنطق تنحنيدك تعترف باسمك يا فادي، في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وودادي، يا رحيم القلب اسمع واستمع لأهات بنادي. بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر، المطر
فاعل عالم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو والجراب وخاوي في الخيام على هتفنا نرفع العالم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجراب وخاوي ينهض النايم واسمع النداء انتم شهودي وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلادي حقيقكم حاجة جميلة جدا ويا رب دايما يبارك في مصر ويبارك في أهل مصر وفي نيل مصر يا رب. بشكرك شكرا جزيلا نورتينا في مصر جميلة أكتر. وبشكر فريق الجميل شكرا ربنا جزيلا. خليك مرسي خالص ليكو ومرسي على استضافتكو ويا رب ترانيمي النهاردة تكون عجبتكو وتعجب المشاهدين جميلة وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير وسعادة. ده كان لقاءنا النهاردة, غدا إن شاء الله بتجدد اللقاء بحضراتكم ومجموعات أخرى من مصر جميلة. مصر جميلة دايما. إلى اللقاء.